خلينا نتوقف لحظات نتكلم عن الاستعدادات الكثيفة اللي قامت بها محافظة القاهرة لانعقاد الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وبالفعل حصل تخصيص لسبع خطوط لنقل زوار معرض الكتاب، وتم توفير أتوبيسات بتغطي كافة مناطق القاهرة عشان تنقل الزائرين. خلينا نعرف التفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل معاكم. مع اقتراب موعد تنظيم معرض القاهرة للكتاب، أعلنت محافظة القاهرة عن توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي سيقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المعرض من المقرر أن يتم تنظيمه بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 إلى 6 من فبراير 2023. محافظة القاهرة أعلنت أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير 58 أتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب، تغطي معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض، وحرصا على تمييز الأتوبيسات المخصصة للمعرض. كشفت هيئة النقل العام أن هذه الأتوبيسات ستضع لافتة مكتوب عليها خدمة معرض الكتاب. سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالاً على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب، بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر. كما أعلنت هيئة النقل العام أنه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة.